שחרי. السلام عليكم. النهارده فيديو جديد. فكره فيديو النهارده ان احنا رايحين نطيروا الطياره دي طبعا بعد ما عملناها في الفلوج اللي فات. لو ما شفتوش هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. ما تنساش بس اهم حاجه تعمل اشتراك لو انت مش مشترك وتعمل لايك للفيديو دوت عشان تدعمنا نعمل فلوجات كتير بعد كده. طبعا انا شلت شعري فخدوا على الوضع. يعني معانا النهارده فريسكا. المهم دلوقتي المفروض ان علي جوه وجاي لنا على هنا والطياره اهي. المفروض بقى دلوقتي ان احنا نازلين على المكان اللي هنطيره فيه الطياره. علي جه المكان اللي هنطير فيه الطياره. قولي نعمل بالدوت بدري. دلوقتي بقى المفروض ان احنا التلاته فاضل واحد اللي هو حضر رملاوي جاي معانا. كمان دلوقتي بقى كل الاكونتات اللي انستا دي اهم حاجه فريسكا بيقولها. دي حاجه واحده انا حافظها. دلوقتي بقى المفروض ان احنا هنبتدي محاوله صعب اصعب محاوله في الفلوج ان احنا هننزله الطياره دي من هنا لغايه الشارع. يا جدعان احنا رايحين على المكان اللي هنطير فيه الطياره. هقول لكم بس مين اللي بيصور معانا. خد الرملاوي اهو. كويس. بص يا جدعان والله العظيم انا ماشي بيها الطياره عماله تشدني لوحدها. طب ليه ما تبقاش ما توسخش؟ التبة اللي هناك دي ديت خلي بالك عليها عشان تتكسر مني. هتطيروا من فوقيها؟ لا تعالى من فوقيها. من فوقيها ده مصطفى حوده. لا بس بص هتشدك شد غبية اللي هتقراها أول مرة وتاني مرة وتالت مرة. يا جماعة بس هي كده هتبقى حاطة في شعرك. هو العصب اللي فيك هو اللي هيطلع.
انزل علي انزل علي ايوه طيارك معايا حاسب علي 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 الشله يا علي الشله وكيس دلوقتي يا جدعان احنا وصلنا المكان اللي هنطير فيه اللي هو التبه اللي احنا جينا فيه قبل كده اللي هي بتاع اللي فيها المعسكر دي في طبعا ما فيش مخلوق في الحته دي كلها صور كده مفيش طبعا غير قطيع الخرفان ده بس عشان دول مسيطرين في المكان وكده هم دول مفيش مخلوق في التبه دي كلها مفيش غيرنا احنا اللي جايين نطير الطياره بقى اساسا طياره ماشيين بيها عماله تطير مننا ومش بتطير مننا دي بتطيرنا احنا ذات نفسنا مش عارفين بقى لما الطياره اللي هيحصل ربنا يستر مش عندك ايه بص يا جدعان دي طياره جبناها برده عشان نبين حجم الطياره دي من الطياره دي ثواني بس عشان الطياره طيب من غير زرقة على طول طلع كده هتطلع طلع فير سايب اصغر طياره موجوده يعني احنا جبنا طيارتين طيار اصغر طياره عملناها واكبر طياره عملناها كل ده لسه ما طيرناش الكبيره اهي يا جدعان قعدني قاعدين نص ساعه نحله في التلك عشان هو كان عائدها وكده اول ما حاولنا نطيرها فيها اتفلقت نصين قبل ما تطير اساسا فاحنا دلوقتي هنحاولوا بقى نحطوا خشب ونصلبوها كده Thank you.
اخيرا طارت، بس يا بتلعب خلي بالك وهتنزل. اوعى بتلعب بتلعب هتنزل هتنزل. نزل فرع اللي معتمد عليك ان انت بتشد من ورا. انا بسايب خير، انا بسايب خير، انا بسايب خير. عايزك كده يعني، عايزك كده. عايزك كده. عايزك كده. عايزك كده. عايزك كده. عايزك انا جايب الطيارة. قلو اعلى بس ترحل بتقلو اعلى جدع طارق طارق. الطيارة اتقطعت. ايش الطيارة اتقطعت طلع. هو هيشدها شدة فري. Thank you.
التوينز فارس غريب وعلي غريب. مش قاعد احكي لك ايه الله ينور الله ينور يا باشا. اجري علي مش رؤية يا جدعان. الطياره ما بقاش فيها حته سليمه يا جدعان والله العظيم مش عارف فيها بتطير كده ازاي اساسا. خلاص يا جدعان الطياره ما بقاش فيها امل خالص. باظ حتى احنا كنا بنحاول هي خلي بالكم كانت بتطير بالمنظر ده كنا بنحاول نطيرها بس خلاص هي اخر وقعه دي جابتنا هنا. يا عم راحش يا عم احنا استمتعنا عندنا كلنا اتشرحت باينه كده. يا جدعان كنا وصلنا لنهايه الفلوج. اتمنى يكون الفلوج عجبكم ومتنسوش تعمل لايك واشتراك. ولو ما شفتش الطياره وهي بتتعمل هتلاقي الفلوج اللي فات وهتلاقيه تحت في الديسكريبشن. استنونا الفلوج الجاي. سلام.